ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير مع حلقة جديدة يا جماعة وقصة جديدة من قصص المتابعين. والمرة دي انا جايب لكم 6 قصص من قصص المتابعين، اللي هي القصص اللي اتبعتت على تعليقات الفيسبوك وتعليقات اليوتيوب. والقصص اللي انا هحكيها النهاردة هي مش قصص طويلة قوي، هي تعتبر قصص متوسطة او قصص قصيرة، لكن بصراحة قصص مرعبة جدا جدا، وتعتبر من احسن القصص اللي اتبعتت ليا في الفترة الاخيرة، وانا هحكيها لكم على لسان اصحابها، وانا ما اعرفش بصراحة هذه القصص دي حقيقية ولا مش حقيقية. انتوا اللي هتسمعوا وانتوا اللي هتحكموا عليها في الاخر، هل هي قصص حقيقيه ولا قصص مش حقيقيه. هم بيقولوا حقيقيه لكن انا بصراحه ما اعرفش، انا بحكيها لكم زي ما اتقالت لي بالظبط. المهم علشان ما اطولش عليكم في المقدمه، ان شاء الله لو القصص دي عجبتكم تعملوا لايك وشير من كل اكونتاتكم ومن كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويلا استعدوا واجهزوا علشان احكي لكم اول قصه من قصص المتابعين. بتقول صاحبة القصة الأولى: السلام عليكم أخي الغالي، أنا ندى من العراق، وحصلت معايا ومع بيت أهلي قصة مستحيل أن أنساها. في سنة 2003 هجرنا من بغداد لمدينة ديالي، وكان أبويا خايف علينا جدا من الحرب والقتل العشوائي اللي كان حاصل هناك الفترة دي، واخدنا في المكان اللي اسمه معسكر حمادي شهاب، يعني دي مكان اسمه معسكر حمادي شهاب، وكنا أنا وماما وبابا وثلاث أخوان وثلاث أخوات. استغربنا من المكان الجديد لأنه كان مهجور بطبيعة الحال، وكان المكان عبارة عن قاعات نوم للجنود، طول القاعة 50 متر، وكانت الحمامات ورا المكان اللي بنسميه بيت، لكن هي أصلا قاعات جنود مش بيوت، يعني أي حمام مش موجود في البيوت أو القاعات دي. واللي بيحصل بالليل اللي عايز يدخل الحمام لازم يمشي مسافة 200 متر لحد ما يوصل للحمامات، وكانت الكهرباء في الفترة دي قطعة لمدة شهرين. وإحنا ساكنين في المكان ده شوية بشوية نلاحظ حاجات غريبة، مثلا كان بابا يصحى من النوم ويمشي من غير وعي ويروح يفتح الباب، وشكله كان غريب جدا وعيونه حمراء، لحد ما بابا في يوم سائد حالته قوي اكتر وبقى عصبي ويتنرفز على اي سبب. وكانت مستشفى حمادي شهاب تبعد عن المكان اللي احنا ساكنين فيه حوالي 2000 متر، وتحولت لقاعده امريكيه للمحتلين العراق اللي سكنوا بالمستشفيات اللي باطراف بغداد. ولما بيجي الليل ويظلم المكان ويبقى عتمه، كنا بنشوف ناس لابسه عبايات سودة ونترعب ونستخبى ورا ماما، وماما كانت بتشوفهم وتسكت وتصلي، وكانت أبواب الغرف لوحدها تتفتح وتتقفل، وأبويا يقوم يسدها ترجع تاني تتفتح تاني. وفجأة صرخ أبويا وجريت ماما تشوف، فبابا قال لماما: أنا شفته في غرفة الضيوف وضربني على صدري. وكان بابا في اللحظة دي بيتنفس بالعافية. وبعد اللي حصل ده بابا قال: مستحيل إن أنا أبقى هنا تاني، ورحنا سكننا في بيت أحسن منه لكن في نفس المعسكر، وكان المكان الجديد بصراحة جميل وحواليه حديقة على شكل دايرة. لكن الغريب إنه في أرضية البيت ده كانت في مسامير مدفونة، وفي كل غرفة فيها 7 مسامير مدوئين في الأرض، وحوالين المكان كان في بيوت واللي ساكنينهم كلهم أصحاب أغنام وشكلهم بصراحة كان مخيف، والناس دي ما بتتكلمش مع أي حد، ولما بنتكلم معاهم يسكتوا ويبصوا ليك بصة غريبة كده ويسبوك يمشوا. بعد فترة رجع بابا لحالته السيئة تاني، بقى عصبي وشبه مجنون، وكنا نشوف ناس تمشي بالليل في المكان ده لابسين لبس الجنود، كنا بنشوفهم من الشبابيك. ولما بابا يفتح الباب الرئيسي ما يلاقيش حد، وكانت البيبان بتاعت البيت بتترزع لوحدها والبطانية بتتشال من علينا واحنا ونايمين، وكنا بنخاف ونسكت. وبعدين كترت المشاكل في البيت، وكل يوم حالة بابا بتسوء اكتر، وكان بابا عصبي وفاقد وعيه وعينه حمرة دايما. وفجأة سحب سلاحه وقتل اخويا، وجات الرصاصة في شريان القلب بتاع اخويا. ولما بقينا نصرخ ونبكي ونصيح: اخونا مات اخونا مات، صحي ابويا من الحالة اللي هو كان فيها وراح يصرخ في الشارع: قتلت ابني ومعرفش ازاي. ولما نصبنا العزاء لراجل كبير في السن، قال لعمي الكبير: تعرف البيت اللي ساكن فيه اخوك قصته ايه؟ عمي رد عليه قال له: لا. قال له: قبل ما اخوك يسكن فيه كان في ناس قبليكم، اخ منهم قتل اخوه بدون وعي، ومنهم اللي اصبح مجنون، ولو اخوك واسرته فضلوا قاعدين في البيت ده هيتقتلوا واحد ورا التاني. وبتقول صاحبة القصة: وبعدها ماما اتطلقت من بابا لانه قتل اخويا، وبعدين بابا اشترى بيت وسكن اخواني وامي فيه، وهو تركنا وسافر وما رجعش لحد دلوقتي، واخواتي اتجوزوا وانا اتجوزت وعندي اطفال، والحزن ما فارقش حياتي واشتياقي لشملنا اللي فرقوا الظهر والزمان، والحمد لله على كل حال ما دايم بس غير وجه الله تعالى. ولحد هنا يا جماعه خلصت القصه الاولى، يلا بينا احكي لكم القصه الثانيه. بيقول:
بيقول صاحب القصة الثانية: السلام عليكم، أنا شاب اسمي مالك من الأردن وعمري 25 سنة. قصتي كالآتي: أنا كنت عسكري بالجيش في منطقة القطرانة جنوب الأردن، وهي عبارة عن لواء وتجميع لمجموعة كتائب. وللتنويه، على بعد 200 متر من مكان الحادثة كانت فيه سكة حديد قديمة مهجورة من أيام الدولة العثمانية. وبيقول مالك: في ليلة باردة وكانت الساعة 2 بالليل، كنت طالع وظيفة أو حرس على جراج سيارات النقل الخاص بالكتيبة اللي أنا بخدم فيها. كنت واقف على البروج وسمعت صوت حصى بينزل من السقف الجراج الحديدي. طنشت وكملت سجارتي، وبعد شوية لقيت الغطاء الفولاذ بتاع المدفع بيرتفع وبيترزع، صوته عالي جدا لوحده، وعلى فكرة وزنه تقيل جدا جدا، محتاج شخصين أو ثلاثة علشان يقدروا يفتحوه. رحت نزلت جري من البرج أشوف مين اللي عمل كده، والصدمة كانت إني ما شفتش أي حد وما شفتش أي حاجة. قربت من المدفع لقيت الحصى بيتحدف عليا من السقف برضه. هنا ابتديت اترعب، وكانت منطقة بعيدة عن سكن العساكر أو السكنات العسكرية. سميت بالله وقعدت ألف بالجراشات اللي كان عددها 4 علشان ألاقي تفسير اللي بيحصل ده، ما لقيتش. ومش معقول إنه في حد بيهزر معايا، والمسافة من الوحدة للشارع أو الطريق العام حوالي 8 كيلومتر. بعد شوية لقيت حاجة بتمر قدامي زي لمح البصر. قلت أنا بهلوس أو أي حاجة من شدة الخوف اللي أنا كنت فيه، وركبت الخزنة في السلاح وسحبت طلقة ببيت النار، يعني أي حد هيطلع قدامي هضربه على طول. وبعد شوية جي زميلي يستلم من الحراسة علشان ارتاح. وطول الليلة دي أنا ما نمتش من الرعب، والصبح طلبت أجازة أسبوع لأني تعبان ومرهق. وبعد فترة قدمت استقلت من الجيش وسافرت بعد كده تركيا، وأنا حاليا عايش فيها. والقصة دي حصلت بشهر 11 لسنة 2018، وعمري ما هنسى الليلة المنيلة دي. وكده يا جماعة خلصت القصة، ولحد هنا خلصت القصة التانية بتاعت مالك. يلا بينا نبتدي القصة التالتة. القصة التالتة يا جماعة من مصر. بتقول صاحبتها: زمان كنا ساكنين في المنيب، واللي يعرف المنيب هيعرف انها كان فيها ترعة، والترعة دي كانت قدامنا بالظبط، وكان ورانا شريط قطر، وما كانش ليه سور او حاجز بينه وبين البيوت وقتها، وكان بيحصل فيه حوادث كتير على شريط القطر ده، وجثث اشكال والوان غير الترعة اللي كان ليها يوم بيفتحوا الكوبري بتاعها، وكنا بنلاقي جثث عايمة على وش المية. الجيران كانت بتبلغ على طول، وطبعا مش قادر اوصف لك الخوف اللي كنا بنحس بيه لما كنا بنشوف الجثث في الترعة أو تحصل حادثة على شريط القطر. كان بيحصل مواقف كتيرة مرعبة لينا وللجيران ولأي حد بيعدي من الشارع في وقت متأخر. خلينا أحكي لك أهم قصة حصلت لي واللي لسه ثابتة في ذهني لحد دلوقتي. أنا وقتها كان عندي 16 سنة، وكنت بحب السهر جدا جدا. وفي يوم كنت سهرانة زي عوايدي في البلكونة، فجأة سمعت صوت واحد جاي من ناحية القطر وبيصرخ وهو بيقول: الحقوني الحقوني، أنا شفته أنا شفته. فجأة الجيران اتلموا حواليها، ولما هدي شوية قال لي: قال أنا كنت معدي من على شريط القطر، فجأة سمعت واحد بيناديلي وهو بيقولي: أخ ما شفتش دراعي؟ بصيت على صاحب الصوت لقيت واحد كله دم وجسمه متقطع وعينين برقة ودراعه مقطوع، فخفت من شكله وطلعت أجري، لكن فجأة لقيت حد مسكني من رجلي ووقعني على الأرض. بصيت لقيت دراع طويلة خارجة من الأرض وبتحاول تمسكني من رجلي، فقمت من مكاني بالعافية وأنا بصرخ. وبتقول صاحبة القصة: بصراحة الموقف ده كان مرعب جدا، ولحد دلوقتي مش قادر أنسى نظرات الرعب والخوف اللي شفتها في عيون الراجل ده. وبتكمل وبتقول: خليني بقى أحكي لك على موقف حصل معايا أنا شخصيا. بتقول: كنت واقفة أنا وأختي في البلكونة سهرانين نتكلم وبنتدردش، وفجأة لقينا قطتين واقفين بيصرخوا قصاد بعض بطريقة مخيفة جدا، وصوتهم كان عامل زي صريخ الأطفال، كان صوتهم مزعج جدا. راحت أخت الله يهديها جابت شفشق مية وراحت رمية على القطتين دول المية، القطط فعلا مشيت واختفت خالص. لكن بعد شوية سمعنا نفس الصوت القطتين دول، لكن المرة دي كانوا واقفين قدام الباب. مع العلم اننا كنا ساكنين في الدور الرابع، يعني القطط ثابت كل الادوار اللي حوالينا وطلعت لحد شقتنا ازاي معرفش، وكأنهم كانوا بيتحدون ويقولولنا احنا هو. وبصراحة مش الموقف ده الوحيد اللي حصل معانا، احنا كنا بنشوف اهوال وبس. والحد هنا خلصت القصة الثالثة، وتعالوا احكي لكم القصة الرابعة. بتقول صاحبة القصة الرابعة: احكي لك يا سيدي، قسما بالله ده حصل معايا فعلا اللي هقوله بالظبط. كان عندي 17 سنة، وفي الوقت ده امي كانت تعبانة جدا وكانت لسه خلع درسها، كان الوقت متأخر فما لقيتش الصيدلية فاتحة علشان نجيب لها العلاج، وتعبت جدا بالليل حوالي الساعة 3 الفجر. صحيت اختي الكبيرة علشان نروح نشوف اي صيدلية فاتحة. مشينا لاخر الشارع بتاعنا والدنيا ساكتة خالص لاننا كنا في الشتاء. المهم واقفين مستنيين تاكسي، فسمعت صوت واحدة بتعيط. ببص ورايا لقيت
ست كبيرة قاعدة على الرصيف ولبسة عباية وطرحة سودة وجنبها بهجة فيها هدوم. فراحت مشورالي بإيدها كده، فأختي شافتها وقالت لي خليكي جنبي اوعي تروحي. قلت لها لا حرام تلاقيها عايزة حاجة. قالت لا لا ما تروحيش. المهم أنا أصريت أروح لها وقلت لها نعم يا حاجة عايزة حاجة، وإيه اللي معادك كده في الوقت المتأخر ده؟ قالت لي أنا كنت جاية من مكان بعيد لبنتي ومش عارفة أوصل لها. قلت لها طيب بنتك ساكنة فين يا حاجة؟ قالت لي مش عارفة، على العموم يا بنتي خديني وصليني معاكي لبرا على طريق العربيات. قلت لها ماشي يا حاجة تعالي. وكل ده وهي بتكلمني ووشها في الأرض. أختي زعقت ليا وقالت لي تعالي هنا وملكيش دعوة بيها وتعالي. المهم أنا ما ردتش على أختي، قلت لها قومي يا حاجة هاتي إيدك. فجأة بتمد إيدها راحت رافعة وشها. أختي شافتها وراحت ندهت عليا بصوت عالي وقالت لي حاسبي بسرعة ابعدي إيدك عنها. وأنا بصلها وأقول لها في إيه؟ أنت بتزعقي كده ليه؟ وبلف وشي علشان أشوف الست، ما لقيتش حد. قعدت أبص حواليا ما لقيتش حد خالص. استغربت قوي هي راحت فين؟ وأنا رايحة ناحية أختي وخايفة جدا جدا. وفجأة لقيت قطة سودة قوي لونها زي الفحم وعينيها غريبة، خفت منها بصراحة. ولقيت القطة بتجري عليا، فلقيت أختي قاعدة تقرأ قرآن بصوت عالي، وبعد كده القطة دي اختفت. المهم رحت أنا وأختي للصيدلية وإحنا راجعين لقينا نفس الست دي قاعدة تاني في نفس المكان. فجريت أنا وأختي بسرعة لقيناها واقفة على نص الشارع وبتشاور لي تاني. في الوقت ده الفجر أذن ولقيتها اختفت تاني، ومن ساعتها وأنا عمري ما بقف أتكلم مع أي حد غريب في الشارع. ولحد هنا يا جماعة خلصت القصة الرابعة، واستعدوا بقى علشان أحكي لكم القصة الخامسة. القصة الخامسة هنرجع تاني للعراق الشقيق، وبيقول عايز احكي لك قصة حصلت معايا من حوالي 30 سنة تقريبا. كان وقتها عندي 14 سنة وكانت بداية حرب الخليج الثانية سنة 1991. كانت ايام الحرب باردة ومظلمة وقصف مستمر. والدي كان جندي وانا كنت اكبر اخواتي ستة، وكنت بصراحة متحمل مسؤولية كبيرة مع العلم باننا نسكن بمنطقة زراعية. وفي يوم خلص الاكل من بيتنا وامي طلبت مني اروح اشتري الطحين من مخازن توزيع المواد الغذائية. المهم طلعت من الساعة 10 الصبح واتفاجأت بالطابور الطويل قدامي وكانوا الناس كأنهم في مجاعة. المهم اني وقفت بالطابور، لكن كانت في ناس مفترية بصراحة ما بتوقفش في طابور. وفضلت في الطابور لحد أذان المغرب وانتهى توزيع التموين وما قدرتش أحصل على الطحين. رجعت البيت وكانت أمي بانتظاري هي وأخواني، وبصراحة أمي غضبت مني علشان ما عرفتش أجيب الطحين. ورحت أنا أشرب لقيت المية مقطوعة، فقررت إني أجيب مية من نهر قريب من بيتي بيبعد حوالي 3 كيلومتر، مبادرة مني يعني علشان أراضي أمي. المهم مشيت على الطريق اللي كان عبارة عن مزارع من الجنبين، ووصلت للنهر ومليت برميل المية ورجعت أسحب العربية باتجاه البيت. وبدأت الدنيا تبقى ليل وعتم وبدأت أصوات القصف، وحسيت إن في الطريق بقى طويل وكأني ماشي وأنا ثابت في مكاني. وكنت بقول لنفسي ده بسبب تقل البرميل المية، لكن فجأة في الطريق سمعت صوت احتفال لناس وزغاريت وأغاني في كل مكان. وقلت في حالي يمكن حد مشغل راديو بيسمع اغاني وطنيه اللي كان وقتها الاذاعه مشغلها طول الوقت. وانا ماشي بخطوات البطيئه بقى الصوت يقرب مني وبقى الصوت يبقى واضح على جنب الطريق، وبدا الجو يبقى حر بالرغم من بروده الطقس، وابتديت احس بضيق. واخيرا وصلت لمصدر الصوت واتفاجئت بمجموعه من الاطفال بيرقصوا وعليهم لبس غريب كانهم لابسين طراطير على دماغتهم ومن تحت بنطلونات عريضه. فبدات اشتم اهل الاطفال دول في نفسي لانهم سمحوا للاطفال الخروج في الوضع ده وفي المكان ده، وصرخت على الأطفال وقلت لهم هو ده وقت للعب، ارجعوا للبيت وياريتني كنت اتخرصت وما تكلمتش. فجأة وقفوا عن الرأس ووجهت ضوء الفانوس اللي كان معايا ناحيتهم علشان أعرف هم من أنهي عيلة، وفي بالي فكرت إن هم ممكن يساعدوني يجروا معايا البرميل علشان أوصل لقريتي بسرعة. لكني اتفاجأت إن دول مش أطفال، ده لقيتهم كبار في السن، واتفاجأت بشكل فمهم الكبير وشكل أسنانهم كأنها نحاس وطويلة. بصراحة كان منظر الناس دول مخيف لدرجة إن الفانوس وقع من ايدي وجريت باسرع ما عندي باتجاه القريه، وحسيت انهم بيجروا وراي، واحيانا حسيت ان هم بيسبقوني واحس بضرباتهم على جسمي. والمهم ان انا اخيرا وصلت للبيت ودخلت على امي وانا مرعوب ومصدوم. وفضلت امي قاعده جنبي للصبح، واتفاجئت بالالم الشديد في الصبح في كل حته في جسمي من كتر الضرب، وبقيت راقد في السرير لمده شهر لا اقدر اقوم باي شغل ولا اعرف مين الناس دول. ولحد هنا خلصت القصه، ولحد هنا خلصت قصصنا النهارده. لو عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والاشارات على الكل. اشوفكم في قصة جديدة وحكاية جديدة. ولأي حد جماعة عنده قصة حصلت معه شخصيا او مع صديق او اي حد قريب منه يبعتها لي على الفيس او يبعتها لي في تعليق على اليوتيوب عشان نحكيها الحلقة الجاية. سلام عليكم.